طبعا تطوير مثلث ماسبيرو كان حلم وكان منطقة مهمة جدا، منطقة على النيل، كانت منطقة عشوائية وكانت منطقة للأسف يعني غير شكلها غير حضاري زي المناطق العشوائية الكتير. تنفيذ الدولة قامت بتنفيذ أبراج النيل على ماسبيرو والمطل على النيل، بالإضافة إلى برجين بيطلوا على شارع الجلاء، وده بعد الانتهاء من مشروع الإسكان البديل المطل على شارع 26 يوليو، لأن المنطقة دي كلها اتفضت والعمارات القديمة أو العمارات اللي كانت قايلة للسقوط تم تعويض سكانهم، واللي حب إن هو يفضل اتعمل له عمارات بديلة وقعد فيها وتم تسليمهم. خلونا نعرف اكتر عن منطقة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو. هينضم الينا مباشرة من هناك زميلنا اشرف مبارك مراسل قناة النيل للاخبار. اهلا يا اشرف، صباح الخير. ويعني انت واقف في الموقع، طبعا انا لو بصيت من جنب ماسبيرو هبص عليك من فوق، بس يعني قول لي ايه اخر الاخبار عندك؟ صباح الخير يا حسام، برحب بيك من مشروع ابراج مثلث ماسبيرو. يمكن احنا انتهينا من المرحله الاولى الخاصه بهذا المشروع والخاصه بالاسكان البديل يعني كافه المواطنين الذين كانوا يقطنون في منطقه بولاق ابو العلا، وتم عودتهم مره اخرى في الاربع ابراج التي تم بدأها كاسكان بديل. نحن الان في المرحله الثانيه من هذا المشروع، وهي المرحله الخاصه ببناء ثلاثه ابراج تطل على النيل مباشره وحتى الاهرامات، وايضا هناك برجين اضافيين ايضا يتم بنائهم على شارع الجلاء. يمكن معي المدير التنفيذي لهذا المشروع المهندس لطفي زكي. باشمهندس بنرحب بك على شاشه النيل الاخبار، كلمنا عن مشروع ابراج النيل ماسبيرو والى اي مدى وصلتم في اعمال الانشاءات حتى هذه اللحظه. هو مشروع الابراج يعتبر جزء من خطه تطوير مثلث ماسبيرو، وهو عباره عن ثلاثه ابراج، مساحه كل برج 1500 متر مسطح، يربطهم بوديوم مساحته 13500 متر مسطح. والابراج ارتفاعها الاجمالي 33 دور، في ثلاث ادوار تحت الارض، ثلاثه بيزمنت، هيكون عباره عن جراج بسعه 1300 سياره، وفيه دور تجاري، بعد كده فيه 29 دور، 26 دور متكرر، وفيه اخر ثلاث ادوار يربطهم برج معدني. طيب يمكن احنا شايفين المرحله الاولى من المشروع دي كانت متعلقه باسكان بديل، هل احنا هنا بنتحدث عن نفس القصه اسكان بديل، ولا ده بقى مشروعات ترفيهيه واداريه وابراج يمكن خاصه بابراج سكنيه ايضا، وهل هيتم نقل السكان اللي في العمارات اللي على الكورنيش لهذه الابراج؟ لا، انا الثلاث ابراج اعتقد ان هم مستواهم اعلى، مش هيبقوا اسكان بديل. وحكايه ان العمارات السكان اللي في العمارات المجاوره هيسكنوا في الابراج دي، انا ما اعرفش يعني الخطه هتكون ايه يعني، بس هنا هيبقى زي ما قلت لحضرتك ابراج سكنيه وفيها دور تجاري. فيما يخص في فندق هيتعمل وايضا في مساحات خضراء، يعني هيتم تعديل اللاندسكيب الخاص بهذه المنطقه. هو في خطه في مرحله تاليه هيبقى في جزء من الارض هيبقى هيتعمل فيه لاندسكيب ومساحات خضراء، والمنطقه هتتطور اكتر يعني. فيما يخص بقى مساحات الشقق، عدد الشقق في كل دور، عدد الوحدات السكنيه اللي هيتم في هذه الابراج. هي الوحدات، عدد الوحدات السكنية في المشروع كله 540 وحدة سكنية. مساحات الشقق هتراوح من يعني المساحة بالظبط من 180 ل 220 250، هتبقى في الحدود دي يعني. بشكر حضرتك جدا المهندس لطفي زكي المدير التنفيذي لمشروع ابراج النيل مثلث ماسبيرو. شكرا يا فندم. شكرا حسام. زي ما احنا شايفين على ارض الواقع بيتم بناء العديد من الابراج، اربع ابراج تم الانتهاء منهم، ايضا هناك خمسه ابراج النيل ماسبيرو، ثلاثه ابراج، وايضا برجين على يمكن شارع الجلاء ايضا بيتم تنفيذهم على ارض الواقع. وصلنا حتى هذه اللحظه في يمكن بنتحدث عن الدور العاشر في هذه الابراج، تم بنائهم حتى هذه اللحظه، ويمكن بيتم استكمال اعمال الانشاءات على مدار الايام القادمه للوصول بهذه الادوار لنحو 33 دورا، وبارتفاع اكثر من 90 مترا حتى نصل الى الارتفاع المطلوب، حتى يعني تطل هذه الابراج على منطقه الاهرامات ومنطقه النيل بشكل مباشر. بشكرك اشرف مبارك مراسل قناه النيل الاخبار، كنت معي من منطقه ماسبيرو تطوير مثلث ماسبيرو. طبعا